إن كان الموضوع الحمد لله قل، ولكن يعني ما فيش حد مننا ما تعرضش الموقف إن هو يمشي في الشارع فيلاقي شخص محترم أو شخصية محترمة توقفنا وتقول لنا ممكن والنبي تطلع لي رقم فلان مثلا من على التليفون، أو تقرأ لي العنوان ده أو الجملة دي. طبعا كلنا بنوافق وبنطلع الرقم بالفعل أو بنساعد بشكل أو بآخر في موضوع إن إحنا نقرأ لأي شخص فاضل أو شخصية فاضلة وهي ما بتعرفش تقرأ، لكن كل واحد فينا كان بيروح لحاله، لكن بيفضل الشخص نفسه هو في أمس حاجة إنه يقدر إن هو يقرأ ويكتب، لكن الظروف زمان ما كانتش مساعداه. وده طبعا اللي يعني بلدنا أدركته وتنبهت ليه في السنين الأخيرة، لأن دايما ومن زمن يعني كنا نسمع عن برامج محو الأمية، لكن على أرض الواقع كنا برضو بنلاقي كتير جدا من الناس لا بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا. عشان كده مصر كانت مدركة بوعي شديد بأهمية التعليم وأهمية محو أمية المواطنين، وابتدينا نحصد ثمار هذا الجهد الحقيقة. وحلقتنا النهاردة بقى شاملة كاملة بنخصصها في إزاي مصر قدرت يكون لها جهود محترمة في محو أمية المواطنين، خاصة لو احنا بنتكلم دلوقتي في محو الأمية، احنا بنتكلم في محو الأمية الأبجدية، يعني هناك أو في العالم المتطور في بعض الدول هنتكلم بقى في الأمية الإلكترونية أو الخاصة بالذكاء الاصطناعي مثلا أو الحاجات دي كلها. فطبعا لو احنا بنتكلم في الجهود الخاصة بالأمية الأبجدية فدي مجهودات محترمة لازم ان احنا نناقشها مع حضراتكم ونقول لما نزلنا على أرض الواقع شفنا ايه. الاثنين اللي فات كل المواقع العالمية والإقليمية والمحلية كانت بتتكلم عن إنجاز جامعة المنصورة عندنا في مصر. ليه؟ بعد حصولها على أهم جائزة في مجال محو الأمية على مستوى العالم، وهي جائزة كونفوشيوس لمنظمة اليونسكو عن عام 2024 لمحو الأمية وتعليم الكبار، ده طبعا بالمشاركة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار. عايز أقول لحضراتكم أن بفضل جامعة المنصورة والجهود المبذولة مع مختلف الكيانات تم محو أمية 142 ألف مواطن مصري، وده رقم يمكن ما كناش ان احنا نحلم بيه قبل كده. لكن طبعا في مجهود على أرض الواقع كانت النتيجة بتاعته شراكة بدأت من 5 سنين تحديدا في عام 2019 لما تم توقيع بروتوكول تعاون ما بين جامعة المنصورة وهيئة تعليم الكبار. البروتوكول ده ألزم جميع طلاب الكليات النظرية بمحو أمية 4 مواطنين خلال سنوات الدراسة الأربعة كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج. الحقيقة احنا محتاجين ان احنا نتعرف اكثر على هذه التجربة المحترمة. معنا عبر زوم الدكتور محمد عبد العظيم وهو نائب رئيس جامعة المنصورة. يا دكتور اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة ومصر بخير وتقدم دايما ان شاء الله. وحضرتك بألف خير وسعادة. بس عايزين نرحب برضو بالأستاذة يومنا رمضان، هي خريجة كلية الأداب جامعة المنصورة قسم اللغة الإنجليزية، وكانت يعني أحد الطلاب الذين محوا أمية بعض أهالي الدقهلية، فبرحب بحضرتك ومنوران. أهلا بك يا فندم، أهلا بحضرتك. طيب أنا هبدأ الحديث مع دكتور محمد عبد العظيم، عايزين نعرف إيه أهمية جائزة كونفوشيوس لمنظمة اليونسكو، وإزاي حصلت عليها جامعة المنصورة من هذه المجهودات المحترمة اللي يمكن أشرنا بس لجزء منها. اسمحي لي بس أشكرك على المقدمة الجميلة اللي في البداية عن فكرة نشر الحقيقة أو نشر الإشاعة. وخلينا أقول لك نقطة مهمة جدا، جامعة المنصورة بيديرها في الفترة الحالية وفي فترات سابقة كثيرة جيل يبدو عليه جيل من الشباب كلهم عندهم هدف واحد. هل الجامعات الحكومية لديها القدرة على تغيير واقع الوطن والانتقال إلى الجمهورية الجديدة؟ لو قدرنا نقول كده هنقدر نسأل السؤال المهم. مثلث المهم جدا اللي احنا في جامعة المنصورة بنشتغل عليه هو مثلث بيقول إن المعرفة والإدارة والإرادة دول مثلث متساوي الأضلاع. لو المعرفة ضاعت الجهل هينتشر، ولو الإدارة ضاعت الفساد هينتشر، ولو الإرادة ضاعت البيروقراطية هتنتشر.
هو ده السبب الاساسي اللي احنا في جامعه المنصوره رئيسا ونوابا واعضاء التدريس واصغر موظف واكبر واحد بنسعى دايما انه كل جنيه بتستثمره الدوله في مكان يطلع ليه عائد، احنا العائد ده نحس ان هو عائد له قيمه بيغير في واقع البلد. احنا من سنه 2019 واحنا كفريق عمل لما بدانا نشتغل ما كناش في الاوائل في محو الاميه، لكن بدانا ندور على خطه ازاي ندرب الناس، ازاي نشوف الامور اللوجستيه، ازاي ننتشر بشكل افقي ونعرف هي الاهليه ايه مشاكلها. احنا عندنا 21 مركز فيهم حوالي 1,200,000 واحد امي، يا ترى العدد ده نقدر نخلصه ازاي؟ نقدر ننتقل من محو الاميه ازاي؟ وبالتالي بدانا نتعاون مع جهات كتيره جدا. حقيقه صديقي وزميلي الاستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعه بدانا نفكر احنا ازاي نتعاون مع وزاره الشباب والرياضه، ازاي نتعاون مع الهيئه العامه للتعليم الكبار، ازاي نتعاون مع وزاره التضامن الاجتماعي ثم وزاره التربيه والتعليم، ازاي احنا داخل الجامعه كفريق عمل نقدر ندرب الناس ونوفر لهم الامكانيات اللي تخليهم نقدر نطلع. عشان كده في يناير 24 طلعنا الاول على الجامعات الحكوميه، ثم في ابريل 24 طلعنا المره الثانيه الاول على الجامعات الحكوميه. فعندنا خطه كبيره جدا، ليه؟ مش بس ان احنا نبقى بقهليه بلا اميه، احنا بنسعى كمان ان احنا نبقى مصر بلا اميه، بس مش اميه علشان الكتابه والقراءه، لانه لو حضرتك تذكرتي ان احنا بنعمل محو الاميه علشان الناس تحصل على رخصه قياده او يطلع رقم قومي هنبقى بنسيء لهذا الوطن. احنا بنحاول ندور على فكره الاول محو الاميه الكتابيه، ثم بعد المحو الاميه القراءه والكتابه ننتقل الى الى المتابعه ورفع المهارات، ثم المرحله اللي بعد كده نبدا في صقل المهارات وعمل ما يسمى بملتقيات التوظيف. هي الناس دي لما تتعلم وتكتب هنقدر نعمل لها وظائف. ثم النقطه الاهم هي رقمنه المحتوى الخاص بمحو الاميه. احنا جامعه المنصوره لو حضرتك عارفه واكيد حضرتك لديك المعلومه احنا بنصنف على اننا عاصمه الطب في مصر واحنا معقل التحول الرقمي. فالنقطه الثانيه احنا بندور على مسؤوليه مجتمعيه، عايزين يبقى لنا دور في الوطن بحيث ان احنا نساعد على. فهل تظن حضرتك ان الجمهوريه الجديده هيبقى لها اثر كبير في وجود اميه وفي وجود كثير من الوطن ما عندوش القدره على القراءه والكتابه وبالتالي تغييب العقول؟ الوطن محتاج. الجائزه مش قيمتها في ان احنا خدنا الجائزه، قيمتها ان احنا بقى عندنا مشروع قادرين نخطط فيه، وتخطيط هذا المشروع يؤدي الى ان احنا في نتائج على الواقع. الحقيقه احنا بنتابع مع حضرتك يا دكتور ومع الساده المشاهدين يعني بعض المشاهد الحقيقيه والواقعيه اللي تمت عند حضراتكم في مدينه المنصوره، محافظه الدقهليه، وفي جامعه المنصوره، من التفاعل الجماهيري والتفاعل ايضا من اهالي الدقهليه بكل هذه الانشطه المهمه جدا جدا. الحقيقه انت حضرتك اشرت لي نقطه مهمه جدا وهي التخطيط، وده يمكن هيبقى سؤالي التالي لحضرتك، لكن انا حابه برضو اتعرف على تجربه الاستاذه يمنى رمضان في الكليه، ان انتوا يعني كان شرط اساسي عشان تتخرجوا انكم تمحوا اميه اربعه مواطنين. الحقيقه انا عايزه يعني اتكلم معاكي، انا عارفه طبعا كاي طالب مصري اول ما ممكن يبقى عنده التزام خاص بالتخرج والشهاده ممكن يحس ان ده نوع من انواع العبء الزياده، وان انا كفايه عليا الدراسه لسه كمان هحضر بعض الانشطه اللي خاصه بمحو اميه اربعه مواطنين. ولكن اكيد لما حضرتك شفتي النتيجه الوضع او المشاعر اختلفت. انا مش عايزه اعمل مصادره لمشاعرك، ولكن انا حابه ان انا يعني اسمع تجربتك في جامعه المنصوره. اهلا بحضرتك، اتشرفت بوجودي معاكي النهارده. بالفعل هو محو الاميه اول ما بدانا الموضوع كان في علامات استفهام كبيره عليه جدا. احنا ما كناش كطلبه فاهمين ازاي نقدر نتعامل مع العدد الكبير ده. طبعا بالنسبه ان انت حضرتك هتتعاملي مع اربعه محكوميه مش عارفه ان انت ازاي هتدرسيهم، ازاي هتتعاملي معاهم. بس بالفعل جامعه المنصوره وتحديدا في كليه الاداب كان بيحصل ندوات، وكان بيجيبوا كل قسم كده ويعملوا معاه ندوه او تعريف خاص يعني ايه محكوميه، طب احنا نمحي اميه كام شخص، بحيث ان احنا نعرف ازاي هنقدر ان احنا نوصل المعلومه للشخص ده. طبعا نعرف السن، ان في بيبقى في سن معين لمحو الاميه، ازاي هنقدر نتعامل معاهم، ازاي هنقدر نحصل على كتب ان احنا ندرس منها. وبالفعل كل ده بدا ان احنا نعرفه عن طريق الندوات. مركز جامعه المنصوره كان بيوفر لنا فرص للتدريب قبل ما احنا نقعد مع
محو الامليين ونتعلم منهم او نعرف منهم اكتر ازاي هم عايزين يغيروا حياتهم، لان دي خطوه مهمه جدا ان احنا نعرف هم محتاجين يغيروا حياتهم ليه. انت دلوقتي عايز تتعلم محو الاميه، يا ترى انت عايز تتعلمها ليه؟ هل انت محتاج ان انت تشتغل بيها فدي مثلا انت محتاجها، ولا في ناس كتير جدا محتاجه تدرس لاطفالها ومش عارفين ازاي يلاقوا الطريقه المناسبه ان هم يدرسوا بيها. طيب يعني في تأهيل حصل لحضراتكم عشان تقدروا ان انتوا تتفاعلوا مع اهالينا في الدقهلية؟ محافظة الدقهلية عندنا كانت مركزة في الأهداف بتاعتها وجامعة المنصورة طبعا إن إحنا إزاي نحقق ده، إزاي نقدر إن إحنا نطبق ده. طبعا كان في الأول في لخبطة كبيرة جدا، طبعا لأن عندنا إدارات كبيرة جدا، أنا كنت تابعة لإدارة حي غرب، فكان في طبعا بنروح الإدارة بنسأل بنستفسر عن إزاي نقدم، طيب الورق اللي حضرتكم محتاجينه إيه عشان نقدر نقدم بيه. برضك أرجع تاني لجامعة المنصورة اسال في الجامعه وفي الكليه، طب الورق طبعا بنسحبه عندنا من الكليه بنروح نبدا ان احنا نقدم بيه في الاداره، وكانوا حقيقي هم مرحبين بينا جدا. وفي جروبات كانت كمان معموله، جروبس للواتساب جروبس الفيسبوك عشان يقدروا ان هم يعرفونا بالتفاصيل اول باول. طيب اكيد انا هرجع لك تاني استاذه يمنى عشان يعني برضو اعرف ردود الافعال كانت اخبارها ايه الشخصيات المحترمة اللي حضرتك يعني ساهمتي في محو أميتهم بشكل كبير أثناء دراستك. ولكن أنا حابة أن أنا أرجع تاني الحديث مع دكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس جامعة المنصورة. دكتور محمد، حضرتك أشرت لفكرة التخطيط الاستراتيجي، أن تخطيطكم مش مكتفي أو يكتفي فقط بجامعة المنصورة أو بمحافظة الدقهلية، لا في توسع أكتر لانتشار التجربة. طيب هل في تعاون ما بين حضراتكم وما بين بعض الجهات المسؤولة في مصر حتى يتم تعميم التجربة وبالتالي يتم انتشارها وبالتالي يعني نشوف النتائج الملموسة على الأرض من خلال أهالينا ومن خلال القضاء يعني شبه التام على محو الأمية؟ والله الحقيقة أنه ده سؤال، يعني أنا يمكن أشرت ليه في نقطة، أنه النقطة المهمة أنه زي ما حضرتك عارفة إيد لوحدها ما تقدرش تسقف ولا تحل مشاكل كبيرة بقالها سنوات كبيرة، وبالتالي إحنا توجهنا في الجامعة كان النقطة رقم واحد اللي عنده قواعد بيانات محو الأمية في مصر أو النسب بتاعتها وتوزيعها على القرى والنبوع والمراكز والمدن الرئيسية إما مكانين في مصر، إما الهيئة العامة لتعليم الكبار أو حياة كريمة، واللي عنده متطوعين على الأرض يقدر يساعدنا في التنظيم هي مؤسسة حياة كريمة. فإحنا بيننا وبين مؤسسة حياة كريمة تعاون وبروتوكول مشترك. نقطة رقم اتنين، اللي عنده فصول على الأرض عنده أماكن مجهزة فيها بنية تحتية هي وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية عندها 37 ألف فصل دراسي مجهز، وبالتالي الدولة مش محتاجة تصنع أو تخلق فصول دراسية جديد، الدولة اوريدي عندها فصول دراسية موجودة متمثلة في وزارة التربية والتعليم من الساعة 2 للساعة 9 المغرب أو من الساعة 9 بعد العشاء تقدر تستخدم الفصول دي. النقطة رقم 3، وزارة الشباب والرياضة عندها 430 مركز شباب ونادي في محافظة الدقهلية، منهم 310 فيها فصول تعليم محو الأمية. النقطة رقم 4، وزارة التضامن عندها بعض المزايا للناس اللي بتساعد حضرتك. الدولة فيها أهم حاجة، النقطة اللي الرئيس دايما ينادي بيها، التكامل بين الجهات، التكامل، احنا كلنا كل واحد عنده نقطة قوة، لما نشترك مع بعض ونساعد بعض هتكتشف حضرتك المتطوعين موجودين في حياة كريمة، وقواعد البيانات موجودة في الهيئة العامة لتعليم الكبار، والفصول موجودة في وزارة التربية والتعليم، وفصول إضافية موجودة في وزارة الشباب والرياضة، وبعض المزايا موجودة في وزارة التضامن الاجتماعي، والجامعة بتدرب وتوفر بعض الأمور اللوجستية. طب أنا حابة إن أنا أركز مع حضرتك فكرة القضاء على الأمية من خلال تأهيل وتدريب الطلاب، يعني هل في كليات مثلا مستهدفة بشكل أو بآخر، كليات التربية بالتالي يعني هي مؤهلة في التدريس؟ في خمس كليات يتم تأهيلهم ومرتبط تخرج الطلاب بأن هم يقوموا بمحو أمية عدد من الطلاب. الكلية الأولى طبعا كلية التربية بحكم أنها كلية الأم في التربية، ثم صحيح. كلية الآداب، ثم كلية الطفولة المبكرة وهي كان زمان اسمها كلية التربية رياض الأطفال، رياض الأطفال، ثم كلية التربية الرياضية وكلية التربية النوعية. دول خمس كليات
معنيين بان هم يشاركوا في محو الاميه، وكانوا يعني كان في نوع من المحفزات للطلاب، سواء كان جزء منها بيجي من الهيئه العامه للتعليم الكبار او جزء منها بيجي من جامعه المنصوره لابنائها اللي بيساعدوا في محو الاميه. طيب أنا حابة برضو أرجع للأستاذة يمنى، فكرة القضاء على الأمية بشكل أو بآخر أكيد يعني من طفولتك وانت بتسمعي عن هذا المشروع، مشروع محو الأمية والقضاء على الأمية، كيف يمكن تحقيق هذا الهدف من خلالك؟ يعني انت فجأة لقيتي نفسك ان انت جزء من هذه المنظومة من خلال ربط شهادة التخرج ب يعني تدريس لبعض المواطنين، ردود أفعالهم كانت عاملة إزاي؟ وأنت تجربتك نفسها التفاعلية مع الأشخاص كانت برضو عاملة إزاي؟ طبعا هي تجربة صعبة جدا في الأول، زي ما حضرتك ذكرتي إن أنت داخلة على حاجة أنت مش عارفة أنت المفروض تعملي فيها إيه، بس مركز الجامعة كان بيوفر لنا زي ما ذكرت لحضرتك تدريب كتير إزاي نبدأ نتعامل. بالفعل أنا والدي كان لديه شركة وكان عنده بعض من العمالة اللي شغالين عنده في المصنع، فأنا كنت محتاجة طبعا زي ما حضرتك عارفة أربعة أن أنا أبدأ أشتغل معهم محو الأمية. كان طبعا الأربع سيدات، كان في ثلاثة منهم طبعا ناس كبيرة في السن، في 60 في 70، فطبعا السن ده بنبقى صعب أن احنا نحقق معاه نفس اللي هنحققه مع الناس اللي عندها 40 سنة أو 30 سنة، بس هو كان الموضوع صعب معاهم شوية طبعا في مسكة القلم، إزاي نكتب إزاي نبدأ نقرأ، بس شوية بشوية بدأ في استجابة. بس كان في حقيقي نموذج يعني أنا بتشرف إن أنا درست ليه، كانت سيدة عندها 40 سنة كانت عندها مشكلة كبيرة جدا إن هي نفسها تتعلم القراءة والكتابة، بس الظروف ما كانتش متاحة ليها، لأن هي كان نفسها إن هي تقدر تدرس لبنتها، يعني كان عندها بنت على ما أذكر في الصف الرابع الابتدائي، فكان عندها مشكلة كبيرة جدا إن هي مش بتعرف تقرأ معاها، مش بتعرف تكتب، محتاجة برضك إن هي تتابع إنها وليد أمر. فبالفعل دي كانت أكتر واحدة فيهم مستجيبة للنتيجة، كانت أكتر واحدة بتقرأ كويس جدا بتكتب، كانت طبعا بالفعل تجيد الحساب لأن هي بتعرف طبعا تحسب وتتعامل بالأرقام وكويس جدا، بس القراية والكتابة كان في مشكلة معاها. بس بالفعل بدأنا شوية بشوية نتعلم الحروف عدد الحروف، بعد كده توجهت أنا لمركز الجامعة وبدأت أسأل عن الامتحانات لما خلاص عدينا مرحلة إن احنا نبدأ نجيب الكتاب وتمام كل حاجة، الدنيا بدأنا نفهم ازاي نبدأ نحل، ازاي نبدأ نجاوب، بدأنا كمان نتكلم شفوي مع بعض، طب الإملة ملا ازاي، انجليزي او عربي، وبعد كده توجهت أنا لمركز الجامعة وحصلت على بعض الامتحانات وبدأ التدريب ليهم، يعني هي بدأت تدرب عليهم كويس جدا، حلتهم كلهم واجتازتهم قبل ما نخش مرحلة الامتحان النهائي، وبالفعل في الامتحان النهائي كانت يعني هي قفلت كل الدرجات سواء في الانجليش في العربي في الرياضة، كانت مجيدة جدا للاستخدام كل هذه الأشياء، وبالفعل نجحت إن هي تدرس لبنتها أو تتواصل مع بنتها فيما يتعلق بالأمور الدراسية. طبعا أنا بشكركم شكرا جزيلا دكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس جامعة المنصورة، والأستاذة يمنى رمضان خريجة كلية الآداب جامعة المنصورة قسم اللغة الإنجليزية، وطبعا وأحد إحدى الطالبات اللي طبعا محو أمية بعض من أهالي الدقهلية.